هي ما غنسمحوش بهذا الشيء. حنا اللي كنا في المسؤوليه غادي نقلبوا على شركاء باش نرمموا المدرسه العموميه، باش تكون المدرسه العموميه محلوله نهار السبت ونهار الحد باش يلعبوا الدراري فيها الرياضه، باش نقريو هاد الدراري، باش نديرو معاهم حلقات ديال القراءه. وبالمناسبه راه كاين واحد العدد ديال المتقاعدين منهم رجال ونساء التعليم اللي جاوا قالوا لنا انتم عندكم مشروع مهم لهذه البلاد وبغيتوا تحققوا من خلاله العداله الاجتماعيه والتوزيع العادل للثروه، اول ثروه بغينا نقتسموها هي العلم والمعرفه، حنا مستعدين وبالمجان نخدموا معكم في هذه الدائره هذه ونفتحوا المدارس العموميه ونديروا شراكات ديال لي كلوب ديال القراءه وديال المطالعه وديال التمكين المعرفي، لان الا عطيتي لشي واحد السلاح ديال المعرفه راه غادي ينجح وغيمكن ليه ينجح المدينه ديالو وينجح بلادو. هذه من ضمن الاوراش. كذلك المساله ديال اطفال الشوارع، اطفال الشوارع ما يمكنش حنا نسكتوا على هذه المساله هذه، وكاين حتى طفلات في الشوارع. كان دارت مبادرات هنا وهناك، بالنسبة لنا هذه المبادرات كتبقى دون المستوى في هذه الدائرة في هذه المدينة اللي هي المدينة الاقتصادية وأغنم. كيفاش يمكن لنا أننا نطوروا صناعات اللي تخدم لنا الناس؟ كيفاش يمكن لنا أننا نديروا تدبير شفاف وجيد يجلب لنا الاستثمارات؟ انتم كتعرفوا كاينين بزاف ديال المغاربه عندهم امكانيات ولكن ما كيستثمروش في بلادهم، خايفين من الفساد، فوق ما بغاو يفتحوا شي مشروع كيلقاو غير الدياب حالين فمهم وخرجين نيابهم، شحال غتعطيو؟ اش غديروا؟ حتى تيفشلوهم ما بقاوش. حنا لا كنا على راس هذه الجماعه، وانا عندي اليوم شهادات ديال الناس مقاولين، ديال الناس مغاربه احرار وعندهم امكانيات ماديه وباغين بلادهم، كيبكيو على هاد النخبة الفاسدة اللي فيها الساقطين في الشهادة الابتدائية ولاو كيدبروا مدينة الدار البيضاء، فيها ناس تا هما أغنياء وكيدبروا مدينة الدار البيضاء وزادوا تغناو ولاو تا هما كينقزوا على الأراضي وعلى الجرادي وعلى المنطقة اللي كيسميوها منطقة خضراء اللي قاسين كيفصلوا فيها، خداوها من عند الناس، انتزعوا الملكية كيقولوا غنديروا يعني واحد الحزام أخضر، فرحوا الناس ما كاين باس، واخا أنا غادي نضيع ليا الأرض ديالي ولا كانت المصلحة العامة مرحبا، ولقاو داكشي كله كيصب في المصالح الخاصة. ما يمكنش هادشي كله نسكتوا عليه، ولهذا حنا بشجاعة خصكم تعرفوا بأنه بشجاعة هابطين لهذ المعركة. حنا ما عندنا لا ملاير لا مئات الملايين اللي كنستثمروهم، داك 75 مليون اللي عطاتنا الدولة كحزب والفيدرالية عندها كل حزب 75 مليون، كلها جمعناها طبعنا بها البرامج ديالنا طبعنا بها وقلنا الأحسن ما عندنا من مناضلات ومناضلين أجيو تشاركوا، واخا تا هما ولاو بحال المواطن العادي طلع لهم الخل في الخلول كيشوفوا غير الفساد عام على عام عام على عام، قلنا لهم لا هذه بلادنا ومن مسؤوليتنا ما نخليوهاش تضيع، من مسؤوليتنا حتى حنا نزلوا الارض واننا نكونوا في الجماعات. بالمناسبه راه المواطن خصو يفهموا، استاذه منيب هابطه بغات تغنى، انا راه ما غادي يكون عندي لا راتب ولا والو، انا بغيت نعطي الصحه ديالي وجهد ديالي في هذه البلاد. استاذه الطموح ديال الحزب ديالكم كبير والورشات اللي بغيتوا تفتحوا عديده والامكانيات قليله. بغيت نعرف حتى الحدود ديال الفوز ديالكم، واش ايفالويتوها ولا استيمي نوطون كو لي جون قلال اللي مسجلين، واخا هما كيساندوكم في لي ريزو سوسيو مزيان ولكن قلال اللي مسجلين، ولي كونديدا لي دوني كيبينوا ان لي كونديدا ديال لي زوطر بارتي كثر منكم، باغ اكزومبل بريسك 20000 في البام الوغ كو فوزيت موان دو 4000. اكزاكتومون، هذا سؤال وجيه، غير هو خصكم تعرفوا واحد المساله، اننا حنا ماشي موجودين دابا في الدنمارك، يعني الديمقراطيه كاينه والاحزاب تتبارى وخدامين، حنايا كاين الاحزاب اللي هي مسانده، احزاب مسانده حنا سمعنا وانتم مثلا انتم لاحظتوا معنا بدون شك انه التزكيات كتباع بالثمن، اكثر من هذا كاين اللي تصوبت ليه اللوائح في جهات معينه، يعني كيختاروا راس اللائحه، اما باقي اللائحه كيتصوب ليه وكيتقاد وكيتليغاليزا وكيمشي. حنا عندنا بعض اللوائح اللي هي تحبسات لانه ما بغاوش تيليغاليزيو ليهم، عطاهم غير واحد الورقه وحده، وانتم خصكم خصنا نزلوا ثلاثه ديال النظائر وملي مشاو بها بالدوسي يعني اللائحه والغيات، في حين عندنا فيها مستشارين ديك المنطقه وكذا، المنطقه ديال الكرسيف، ويمكن لي نعطيكم الامثله. انا غير بغيت نقول مساله، انه ماشي غير المشكل غير ديال الفلوس، هو المشكل ديال المال الحرام هو المشكل، ملي كيبدا يتوزع وكتبدا تتباع التزكيات وكيبدا يشريو الناس باش يصوتوا عليهم. اما الامكانيات باش دير حمله يمكن لك ديرها حمله نظيفه بامكانيات متواضعه، لان الامكانيات الاساس هي البشريه. البشريه ملي كيكونوا مناضلين مخلصين، بحال دابا حنا كنخرجوا 50 واحد
يلا عطيناهم تيشيرت وكاسكيطا وخصهم يحافظوا عليها حتى النهايه ديال الحمله وما كنعطيهم حتى ريال غير دخلوا هنا كلا واحد القرشه لا بدرهم وكذا حتى كلشي فرحان سعيد لانه كيتحركوا بقناعات كيتحركوا لانهم مؤمنين بالمشروع في حين الاخرين كنلقاهم في الزنقه ب 100 درهم ما والو كيغوتوا وضربهم الشمس للراس وما فرحانينش حنا فرحانين واخا كضربنا الشمس اذا ماشي دائما مساله ديال هذا المرشحين اللي كاينين مثلا في هذه الدائره ديال سيدي بليوت اللي انا مرشح فيها ولا في العمله ديال اونفا اللي كنتميو ليها كاملين مرشحين الأغلبية الصحيحة ديالهم فات منهم أنهم ترشحوا حنا كتوصلنا بأنهم كيشريو كريانات كيشريو كيوزعوا جوج ديال الملاير وأكثر زعما هذا ماشي اتهامات بالمجان يعني هاد الناس ملي كيستثمروا جوج ديال الملاير في الحملة الانتخابية هذا ماذا يعني أنهم كيتسناو غوتور سوغ انفستيسمون حنا ما عندنا حتى شي انتظار ديال غوتور سوغ انفستيسمون ولكننا كلنا ثقة حنا عارفين كاين الفساد كاين المال نازل التزكيات كاينة اللوائح ما عامرينش بالمناضلين عامرين بشلابية اللي باغين يطلعوا للمجلس يدبروا يشوفوا هذا البقره هذه اللي طايحه ديال الوزيع خصهم ياخذوا حتى هما من حقهم منها ولهذا حنايا ما واثقين علاش؟ لان الفيدراليه اولا اشتغلت اليوم كنقولوا حنا بان العلم يمكن ليه يغلب الفساد حنا خدامين بواحد الشكل اللي هو علمي وتقني يعني كنتواصلوا مع الناس في اطار من الاحترام وجدنا واحد العدد ديال 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 الادوات باش نشتغلوا منها البرنامج ديال سيدي بليوت باللغه العربيه وبالفرنسيه وجدنا البرنامج الوطني باش يعرفونا الناس حنا فين بغينا نديو البلاد وفين غاديين ها هو وجدنا اللائحه ديال المرشحين ديالنا يعني بالسيفيات ديالهم من خيره الناس عندنا واحد العشرة ديال الاساتذه جامعيين منهم نزلوا براءات في شتى المجالات حتى غدا الا بغينا نخدموا في الجامعه عندنا مع من نخدموا وكاين باش المجتمع المدني بتطوع كيتواصل بينا معنا هو حنا ما مشيناش قلبنا على شي وحدين اللي هما نوزا كنعرفوهم وحتى اللي ما كنعرفوهم جاو عندنا وكاين منهم اللي رشح معنا الناس ديالو في اللوائح ديالنا وكيقولوا لنا حنا عندنا مشروع راه عندنا بعض المشاريع يمكن نقترحوها عليكم نخلقوا بها 20,000 شغل اليوم تحت يديكم وكاين اللي غادي يجيب الفلوس باش نستثمروا باش نديروا كاين الناس اللي غادي يشتغلوا في المجال ديال البيئه في المجال ديال التعليم في المجال ديال السكن في المجال ديال محاربه الادمان في المجال ديال ادماج الشباب الضائع هادشي كله حنا كيعطينا قوه كيعطينا قوه وحنا الشعار ديالنا بعدا اولا كفيدراليه اعاده البناء احنا نحن في إعادة البناء ديال هذه البلاد باش تكون ديمقراطية وتكون حداتية ويكون فيها العدالة الاجتماعية ويكون فيها التوزيع العادل للثروة هذا الشيء كله احنا خدامين فيه وكنتواصلوا مع الناس تواصل مباشر بشتى الطرق حتى حنا خدامين في لي ريزو وحنا عارفين بان في هذا المقاطعة اللي احنا فيها وفي هذه المدينة كاين الناس اللي كتخدم مع 300 انجينيور ديال 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 التواصل كاين الناس اللي خدامة مع 3 و4 و5 ديال الشركات كبرى ديال التواصل ولكن حنا اللي عندنا هما ما عندهمش ربما كفاية ولا ما كيفتقدوه تماما هو الصدق في المشروع هو هذا احنا عندنا قناعة بغينا بلادنا تغير وهابطين باش تغير ولا ما تغييرات شيء اليوم غتغير غدا لان احنا ماشي ناس موسميين غنتقدموا في انتخابات ومن بعد غادي نرجعوا دونك متفائلة استاذ سؤالي الاخير كيخص برامج الخصوم ديالكم نوتامون سي منصف الخياط اللي كيحلم بالعاب القوى في 2028 شنو كي كيبان لكم برنامج ديالو هو باش نحلموا باش تكون مدينه ديال الدار البيضاء يعني دار فيها الالعاب الاولمبيه باش دار فيها الالعاب الاولمبيه هذا مشروع على المستوى الوطني وكيتطلب ملايين ديال الملايير ماشي سهله وانا كنقول ما كرهت شيء انه تنظم الالعاب الاولمبيه في مدينه الدار البيضاء ولكن مدينه الدار البيضاء خاصها تحارب القرقوبي والسكن العشوائي ومدينه الدار البيضاء خاصها تحارب المفسدين اللي عارفينهم الناس واللي يسيروا وزارات ونهبوا اموال واش هاد المفسدين كيمكن لهم يديروا مشروع لمدينه الدار البيضاء لا اظن ذلك فاقد الشيء لا يعطيه لان خاص بعد النزاهه ديال الشخص وديال الحزب وديال عاد نتكلموا على المشروع شكون اللي غينفدي هذا المشروع نعطيهم عاوتاني فين يضربوا يديهم تلقى ويصيفطوا الفلوس لسويسرا اسمح لي هاد الناس اللي كيخدموا العائلات ديالهم وعطاوهم مشاريع ديال الدوله بدون وجه حق حنا غادي نخدموا على المساله ديال لي دوسي اللي غادي يكونوا بطريقه شفافه وملي غيكون الفتح ديال داك لي دوسي يكونوا مدينه الدار البيضاء اليوم محتاجه لواحد واحد العمل واحد المجهود جبار في اطار رؤيه مستقبليه ديال مشروع مجتمعي متضامن وهذا هو المشروع اللي حنا كنقدموه حنا بغينا الدار البيضاء تكون مدينه متضامنه متكافئه يتقضى فيها على دور الصفيح وعلى السكن العشوائي
ويلقى فيها الشباب المكانة ديالو باش يتفتح الأمل، لأن إلا فتحنا الأمل انطلاقا من مدينة الدار البيضاء كنموذج غادي نفتحوه في المغرب كامل. ولهذا أنا المشاريع من هذا الشيء هذا ديال تعمار الشوارج ماشي هي التي تليق، لأنها يغيب عنها ولا تغيب عنها النظرة الشمولية المستقبلية ديال التضامن وديال محاربة الفساد والمفسدين أينما كانوا وأينما وجدوا. شكرا أستاذة.